سنتحول صوب أمستردام، وبطبيعة الحال معنا اللاعب الدولي السابق المغربي علي بوصابون مباشرة عبر شاشة قناة الرياضية. مرحبا بك سي علي، مساء الخير. السلام عليكم سي علي. بداية شكون على انتصار ديال اليوم ديال المنتخب الوطني المغربي أمام منتخب جزر القمر، شنو تقولنا على الأداء وعلى النتيجة؟ الحمد لله، بحال اللي قالوا الإخوان، قالوا الحاجة اللي مهمة هي الفوز، ودابا على 6 نقاط دابا تأهلنا من الجروب الأولى، وبحال اللي قالوا اليوم زعما الحاجة اللي ما كانش مزيان ما ماركاوش بزاف البيوت، ربحنا جوج نزيرو حاجة مهمة بالحق. ولا بغيتي تدير الكاس الإفريقية خاصك جوج المباريات اللي مهمين، ولا جيت مع الدول اللي صحاح من القمر خاصك ضروري تماركي ديك البيوت ديك الشانسات اللي عندك. بالفعل سي علي، هذا المنتخب هذا اش كتشوف فيه؟ كاين هناك كنشوفوا جيل اسماء جديده، هناك اسماء اللي مجربه فيه، يعني بالنسبه لك شنو هي نقاط القوه في هذا المنتخب رفقه المدرب فايد هالوزيتش؟ الحاجه اللي مهمه هاد الجروب خاصو يبقى جميع، حيت باقي الدراري باقي صغارين في السن ديالهم، عندهم 20 21 25 سنه، هادو خاصو تخلي هاد الجروب يكون مجموع، ومن هنا خاصهم يكونوا مع بعضياتهم باش ان شاء الله غادي يكونوا تكون الفرقه ان شاء الله في المستقبل ديالهم يكونوا زعما مزيانين، ويكونوا يفهموا بعضياتهم في المباراه، باش يجيبوا واحد المستوى ان شاء الله عاليه. نتمنوا ذلك. سي علي، الان كتبع الان بطوله افريقيا بالكاميرون، شنو الامور اللي اثارت انتباه ديالك يعني في هذه البطوله؟ كنعرفوا كاينه كورونا، كاين بعض الاشياء اللي كتاثر على المنتخبات، شنو في نظرك يعني الحلول بالنسبه لبعض المنتخبات من اجل تجاوز هذه الوضعيه والبحث عن نتائج ايجابيه؟ دابا الحاجه صعيبه دابا، حيت في هذا الوقت، حيت اللاعبين دابا عايشين بواحد الوقت زعما في الشكل، فهمتي، بكورونا بزاف الحوايج دابا اللي كاينين في هذا الوقت، ودابا كاس افريقيا عاد بداو، فهمتي، دابا ما تقدرش تقول زعما شنو كاين بالفرق، حيت المباراه الاولى دائما صعابين في كاس العالم ولا في كاس اوروبا ولا كاس افريقيا، تكون دائما في البدو تكون شي حاجه صعيبه، الفرق باقي تيفتشوا ديك الريتم ديالهم، وخاصهم التيرانات فين تيلعبوا، عاد خاصهم زعما يشوفوا دابا اي حاجه تشوفوا باقي جديده، فهمتي. دابا تنشوف المغرب، تنشوف زعما الماتش الاول صعيب مع الكاميرون، فهمتي، حيت الماتش الاول الكاميرون مع غانا غانا كانت تلعب الدفاع، فهمتي، وما عندهمش زعما باش يهجموا، تتناول المغرب ديك المباراه صعابه بزاف، والناس خاصهم يعرفوا داك الشيء. وفي هذه المباراه الثانيه مع الكومون ان شاء الله. الو تفضل وي سي علي، تفضل. وهذه المباراه دابا اليوم مع الكومون زعما شفت المنتخب زعما تبدو من ديك الماتش الاول زعما شافوا الحاجه اللي ما عملوهاش مزيان، وهاد اليوم زعما تشوف الفرقه زعما المستوى ديالها طلعت شويه. بالفعل سي علي، انت الان في امستردام، يعني سي علي مازال سي علي انت في امستردام الان، الجمهور المغربي كاين تفاعل كبير من الجاليه المغربيه في امستردام مع المباريات ديال المنتخب الوطني المغربي. بارك الله فيك. إذا شكرا علي بوصابون، شكرا بهذه العفويه وبهذا يعني بهذا كيف تعودنا بالنسبه لعلي بوصابون.